حفظكم الله يا معالي الشيخ يطلب منكم السائل هنا ان تقدموا نصيحه لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. نعم هذه الوسائل الاعلاميه التي حدثت الان فيها خير وفيها شر. اذا استغلت في الخير صار فيها خير ونفعت. واذا استعملت في الشر صارت شرا على الناس جميعا على المسلمين وغيرهم. فهي سلاح سلاح ذو حدين. ان استعمل في الخير نفع وان استعمل في الشر فانه ضر فعلى شباب المسلمين ان يتنبهوا لهذا وان ياخذوا من هذه القنوات وهذه المواقع ما فيه فائده وفيه نفع لدينهم ودنياهم وان يترك الغثاء وان يترك ان ما فيها من افكار ضاله واراء منحرفه وجهالات.. جهالات تلقى فيها من جهال أو من ظلال عليهم أن يحذروا من ذلك والعلم لا يتلقى من المواقع ولا من الشبكات العلم إنما يتلقى من العلماء من الكتاب والسنة على أيدي العلماء لا يتلقى من الشبكات ومن الإشاعات ومن المواقع هذا تضليل فالعلم إنما يؤخذ عن العلماء مباشرة بدون أما الذي يؤخذ من الشبكات ومن وسائل النشر فهذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع هذا ضلال هذا ضلال ولا المسائل لا تطرح في الشبكات ويطلب من الناس الإجابة عليه إنما تطرح على العلماء ترسل للعلماء مباشرة وهم الذين يتولونها واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوه هذا من الاذاعه من اذاعه الامور على العوام وعلى الجهال وعلى ويدخلون فيها ويحللونها بغير علم ولو ردوه الى الرسول الرسول الرد اليه في حياته والى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم واولي الامر فريقان أولو أمر في السياسة وهم الأمراء وأولو أمر في العلم وهم العلماء فيرد الأمر إلى أهل العلم في أمور الدين وأمور الدنيا في أمور الفقه والمشاكل الدينية وفي أمور السياسة